من ضمن جولاتهم على وسائل الإعلام زار عدد من الطلاب قناة الجديد وسلموها مذكرة طلبوا فيها الإعلام عموماً بالتعاون معهم بغية تحصين السلم الأهلي وهدم الجدران وبناء الجسور عشية ذكرى 39 لانطلاق شرارة الحرب الأهلية في لبنان. ويضم التجمع الطالبي 29 جمعية وأعضاء منفردين يعملون لترميم الذاكرة الوطنية وتأسيس مصالحة حقيقية. جئنا إلى مؤسسات الإعلام المرئي برجاء التنبه لما يمكن أن تثيره صور العنف والكلام السياسي التحريضي من إذكاء لردات فعل من تسبب الخوف، وإلى التركيز على ما تتركه الخيارات العنيفة من أثر سلبي على حياة المواطنين. مسألة كتير مهمة أنه يقوموا فيها هودي الشباب ويقوم فيها كتير من المجتمعات الأهلية في لبنان، لازم يكون في صوت عالي ضد الحرب. نحن عم نستقبلهم كوسيلة إعلامية وإن شاء الله حنوصل صوتهم، لأنه الحرب بطال كل الناس، الحرب ما لازم تنعاد ببيروت، وبدي أقول لهم يعطيكم العافية ويضلهم بهيدي الهمة وبهيدي الرسالة اللي حاملينها. وتمنى الطلاب على قناة الجديد وغيرها من الوسائل الإعلامية توخي الدقة في استعمال اللغة والمصطلحات وفي استخدام المصادر، إضافة إلى استكشاف الحلول السلمية للنزاعات.